بغية وضع نظام بنكي متطور في إقليم كردستان وتقوية علاقاته مع بنوك المركز في بغداد والبنوك العالمية، استقبل سركيس أغاجان نائب رئيس حكومة إقليم كردستان وكالة وزير المالية والاقتصاد الدكتور ويليام لوك المتخصص في الإحصاء المالي وبنك سلطة التحالف في بغداد وعددا من مسؤولي وزارة المالية والإحصاء والبنك المركزي في بغداد والمستشار المالي في سلطة التحالف في إقليم كردستان والمدن الشمالية، حيث عبر نائب رئيس حكومة إقليم كردستان وكالة عن ارتياحه حيال الزيارة وتقوية العلاقات بين البنك المركزي في بغداد وفرع بنك الإقليم في هولير، مشيرا إلى ضرورة تبادل المعلومات في مجال الإحصاء المالي من أجل وضع نظام بنكي عصري متطور تتمكن البنوك من خلاله التعامل مع بنوك أخرى خارج الإقليم ورفع مستوى معيشة المواطنين وتنمية وتطوير إقليم كردستان، مشيرا إلى التطور الذي شهده الإقليم في مجال نظام البنوك وبخاصة من خلال التنظيم الحاصل في المجال المالي والاقتصادي الراهن لحكومة إقليم كردستان والمواطنين، منوها إلى الحاجة لدعم خبراء هذا المجال وتوفر معلومات وإحصاءات بنكية عن طريق تدريب الكوادر الحكومية وجمع المعلومات المالية بإحصاء منظم وتقوية البنوك. وأكد سركيس أغاجان على ضرورة تفعيل بنوك العقارات والصناعة والزراعة ليتم عن طريقها توفير فرص تأمين قروض عقارية للمواطنين وتفعيل الحركة التجارية وسوق القطاع الخاص. ومن جانبه عبر الوفد الضيف عن ارتياحه حيال نظام البنوك الذي تتبعه وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، شاكرا الوزارة لإدارتها المنظمة والسياسة الإدارية والاقتصادية والبنكية التي اتبعتها وجرى وضع آليات مناسبة للنقاط التي اتفق عليها الجانبان.